امامه ترجع ربما الى الخلف، التصويب المراوغة والهدف لا يضيع. بونجاح على طريقته، هذه طريقة بغداد بونجاح، يلا هو الاول ثم الثاني. لا جا من بعيد، كرة كانت صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، صعبة كانت باش وضع التسلل. بالعقب ممتازة، ايزاك، ايزاك وجه لوجه التصويب والهدف الثاني والتعديل. شفنا السهولة، السهولة التعديل لصالح ايزاك. ريكاردو او ريان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد كرتين وثلاث تصل الى شباك الشوشي. قلت منذ قليل ان الفريق الكاب فيردي صعد، يعني المنطقة الكتلة صعدت شوية وخلقت مشاكل. المنتخب الجزائري يلعب بتساهل وسهولة، خلى الفريق كاب فيردي بهذه الطريقة يسجل هدف التعادل. لا الفريق تاعنا الذي دخل، طفاراس هو الذي قدم كرة الهدف بالعقب، بالعقب مد كرة ممتازة. نشوف كيف زاد شوية في السرعة وكيف المراقبة، تشوف هنا، شوف المساحات، لا الكره كيفاش في اول مره داها سهلت له باش يسدد ويسجل هدف. لكن نشوفوا انه كيف الفريق تاعنا، لماذا؟ لانه اصبح يلعب ببطء. الفريق الكاب فيردي طلع كما نقولوا البلوك ايكيب تاعو طلع شويه، الكتله يعني صعدت شويه، الكتله صعدت شويه وزاد شويه في السرعه هذه، لانه واش هو شوف الكره عدم المراقبه. شوف هنا بالعقب كانت فيه سرعه على الرواق الايمن وهدف. كرة لصالح المنتخب الجزائري، الآن في وضعية صعبة المنتخب الجزائري. هل رباح مجاب سيقوم بالتغييرات أم يخلي اللاعب شوفوا السهولة فريق يلعب يعني